السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. ما زال برنامج بخدمتكم يتجول مع الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، وهذه المبادره الجميله والكبيره بصراحه لتهدف، والهدف الاساس منها هو خدمه المواطن، خدمه المناطق التي حرمت من الخدمات منذ زمن طويل، إن كان قبل 2003 وبعد 2003. أتساءل مرات مع الأخوان السادة المسؤولين وأعضاء الفريق، تحدثون عن مآسي حقيقية في هذه المناطق اللي زوروها، يعني مشاكل متكدسة ومتراكمة عقب مجموعة حكومات جاءت تقدم هذه الخدمة على يعني من المفروض، ولكن للأسف دائما ما يتعكزون على الميزانية، يتعكزون، ليست هناك صلاحيات. ما الذي تغير؟ يعني لو نرجع للمشكلة الأساسية، شنو اللي تغير من الموضوع؟ فقط من يجي رئيس وزراء، اجى رئيس وزراء قال يابا هاي ما يحتاج لها فد عمل عظيم وكذا، يعني يحتاج لها فتح باب من ابواب الميزانية وهي اصلا موجودة. ثانيا عندنا آليات في الوزارات معطلة تقريبا، ليش ما نستثمرها؟ وانطلقت هذه الفكرة. هي فكرة أولا جليلة ونبيلة، وكل عمل نبيل أعتقد راح يعني يتطور وأن يصبح إلى أن تصبح القائمين على هذا العمل أن تصبح مؤسسة، أن تصبح عملها جبار يشار لها بالبنان أمام كل المؤسسات اللي تعمل بالخدمة. فعلا نحن نشيد ونضع أيدينا كإعلام بأيادي الأخوان اللي يعملون بهكذا أعمال خدمية، وراح نتواصل وياهم وراح ندعمهم إعلاميا إلى حين وصول إلى الإنجاز الكبير هو خدمة المواطن. إذن كما أطلق من دولة رئيس الوزراء، احنا بخدمتكم، وفي برنامجنا بخدمتكم أكيد راح نتواصل، ويكون ترابط كبير ما بين الإعلام وما بين الخدمة المقدمة. اليوم راح يكون ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أستاذنا العزيز أستاذ نزار الربيعي، مدير بلدية التاجي أولا كصفة وظيفية، وأيضا عضو فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي. نرحب بك أجمل ترحيب وشكرا على قبول الدعوة أستاذ. بالعكس، لي الشرف أن أقبل هذه دعوتكم الكريمة من قناتكم الموقرة وبهذه الأيام الطيبة إن شاء الله. الله يحفظكم أستاذ نزار. أستاذ نزار، منذ فترة طويلة احنا التقينا بجنابكم، وكانت في بدايات العمل الجهد الخدمي والهندسي أو في منتصفه، رغم هو عمره قصير هذا العمل أو هذا الفريق، وتحدثنا كثير عن الآليات عن العمل، لكن الآن نريد نسمع أخبار منك، أين وصل فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأمر أود أن أبارك للعراق والأمة الإسلامية جمعاء بولادة السيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. هذه المرأة صاحبة الرسالة التربوية الكبيرة التي أسهمت في الإبقاء على الإسلام قائما منذ وفاة أبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى يوم ما يبعثون. بداية الأمر، بعد تسنم دولة رئيس الوزراء لمهامه، تم استعراض العديد من المشاكل اللي تخص البلد، ومثل ما تفضلت في مقدمتكم الجميلة، تم تشكيل فريق الجهد الخدمي الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 286 للعام 2022. تم تقسيم المدن والقصبات
وحسب الاحتياج. تمت المباشرة بمدينة النهروان بداية الأمر، وبعض المدن في داخل حدود أمانة بغداد، منطقة السرادات، منطقة الصابيات، الدوانم، منطقة الشعب. تم انتقال الفريق برئاسة الأستاذ المهندس جابر الحساني بعد اختياره رئيسا للفريق، وعضوية مستشارين في مكتب دولة رئيس الوزراء، وهكذا اللجان وصولا إلى اللجان الفرعية تم تشكيلها، وتم الانتقال إلى مدينة سبع البور ضمن قضاء التاجي اللي هي مركز قضاء التاجي بتاريخ 27/11/2022. تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية وانتقاء الأهداف في سبيل تحقيقها، في سبيل أنه ما يفوتني أن أستعرض موضوع بسيط جدا لمدينة سبع البور خصوصية في هذا المجال. المدينة شكلت وتأسست منذ العام 1982 وتم توزيع الأراضي ابتداء من 1986 مثل ما ذكرت جنابك وللمشاهد الكريم بالحلقة السابقة. من سنوات ونحن نسمع بوجود مشروع للمجاري قيد التصميم، قيد الدراسة، قيد تخصيص الأموال اللازمة، وآخرها تم إيجاد موضع له ضمن قانون الموازنة للعام 2022 ولم يرى النور لحد هذا اليوم. استاذ نزار، يعني هاي قبل 2003 اكو هيك مشروع لكن ما تم؟ لا، المشروع هذا احنا عندنا فد قانون في إدارة البلديات انه المدن الحديثة تستكمل نسبة التشييد بنسبة لا تقل عن 40%. كان ماشي عليه مثل ما نقول السنينة عدهن. زين. ف40% يصير نسبة السكن، يلا يبدون يدولها الخدمات التحتية. لكن فيما يخص مدينة سبع البور، مدينة سبع البور تم وضع التصاميم والانتهاء منها منذ العام 2014 قبل 9 سنوات. فالحقيقة شهدت المدينة كونها مدينة قريبة إلى بغداد، أصبحت من المدن الجاذبة للسكن رغم تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها بسبب عدم وجود شبكة المجاري، وبالتالي كل الجهود على الأرض تصبح هباء منثورا غير ذات جدوى. بأمانة صار التعامل من قبل الفريق الخدمي على هالأساس، سيما ووجود مواد قانونية تمنع أعمال رصف الطرق و تبليطها إلا بعد استكمال البنى التحتية، تمام. مما أثر سلبا على قرار واختيار الطرق والنشاطات الأخرى الخاصة بالجهد الوطني، تمام. لذلك تم الاتجاه بمنح اختيار طريق جانبي يخدم المدينة أمنيا، يخدم المدينة من ناحية مرور الآليات الثقيلة اللي أسهمت بتدمير، وأكرر تدمير الطرق الرئيسية فيها والتي تتولى إيصال المواد الأولية إلى مشروع العمارات السكنية في نهاية المدينة. يعني راح يصير طريق نيسمي، الطريق بالأحرى هو موجود في التصميم لكن متطرف جانبي بداية المدينة لنقل، واضح. فبالتالي ممكن انه تمد الخدمات التحتيه بك المجاري ضمن الارصفه وضمن الجزرات الوسطيه. اختارينا انه
نفتح الطريق اللي هو أساسا ما مفتتح ولا منفذ منذ تأسيس المدينة، وما شاب من الخوض في مناطق زراعية بحتة لم تدخلها أي آليات سابقا، وكانت أكو معاناة في المقطع الأول بمعاناة شديدة يعني، والحمد لله. جميل، ممتاز ممتاز أستاذ نزار. إذن أنا سمعت بأنه الفريق الجهدي الخدمي والهندسي غادر إلى الديوانية. بالتأكيد يعني مثل ما استعرضت لك، نشاط اللي حسب علمي للفريق هو متعدد النشاط في عدة مواقع، ما تولى موضوع نشاطه في منطقة معينة حصر، لأن أكو جهاز ساندة من كافة الوزارات، ما يسمى بالفرعية أيضا في المحافظة. مو بالضرورة تكون فرعية، يعني مثلا احنا عندنا في منطقة التاجي شركة تسويق المنتجات النفطية، هي تبنت الأمر بكوادرها ومهندسيها وبرعاية الأستاذ حسين طالب مديرها العام، مشكورا الرجل بأمانة مع ممثليه في المشروع يدا بيد معي شخصيا يعني ومع المهندسين، وكل طلباتنا تجاب بمقدرتهم، إضافة إلى زج هيئة الحشد الشعبي بدعم الفريق الآلي مالتهم بالتعاون والتنسيق ويا إدارة البلدية بتجهيز المواد الإنشائية اللازمة لمد هذا الطريق وافتتاحه، علما بأن الطريق يمتد بأربعة مقاطع، يمتد عبر منطقة 14,000 بطول 1700 متر طول، ومنطقة 11 و12 بطول 2000 متر كيلوين تقريبا، ويمتد بمحاذاة مناطق الجانب الثاني من 11,000 و10,000 و8,000 و6,000 وصولا لل 5,000 ووصولا للمنطقة 4,000 إلى حد يعني يحوط المدينة من 3 جوانب. هذا ينفعنا بالناحية الأمنية مهم جدا، يعني لأنه أطراف مدينة بالتالي يسهم في ازدياد السيطرة الأمنية على المنطقة والتخلص من مرور الآليات الثقيلة، واضح، اللي بصراحة غير منضبطة الأوزان، غير منضبطة تماما، يعني هذه كارثة. أنا على المستوى الشخصي أكو طريق ما صار سنتين بلطته بأمانة، اندثر وأصبح يعني صعب المرور به بسبب حمولات غير قادمة سيطر عليها، غير قادمة يعني تريلة تيجي فوق 120 طن. مشكلة احنا في التصميم نراعي الحمولات، أكو كراس للطرق والجسور، تصاميم الطرق هذه طرق داخلية ما مصممة لمرور آليات بهذه الأوزان، إضافة للتوقف عليها. جميل، إذن احنا راح ندخل بشكل أعمق في منطقة التاجي كون هي تحت صلاحياتكم وعملكم أستاذ نزار، لكن خلينا نشاهد نحن وياكم واحدة من الأعمال المنجزة للإخوان في فريق الجهد الهندسي الخدم الهندسي الحكومي، ومن ثم نعود نستكمل وياكم باقي حوارنا أستاذ نزار. إذا مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم بحلقتنا لهذا اليوم، حلقة الفريق الجهد الخدمي الحكومي في الميدان. راح نشاهد نحن وياكم هذا التقرير رغم وقته تقريبا ما يعد 8 دقائق، لكن لأهمية هذا الجهد وعدم نكران هذا العمل الكبير، لذا قدمنا كما هو بتقرير جاهز أعد فريق العمل. نشاهد نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود.
استمرارا للحملة التي أطلقها دولة رئيس الوزراء بتقديم الخدمات لمنطقة شاكر العاني المباشرة بالأفرع الداخلية لمنطقة شاكر العاني من خلال مد خطوط المجاري بقطر 250 ملم وبطول 500 متر تقريبا، واليوم إن شاء الله المباشرة بأعمال تمديد أنبوب الماء الصافي بقطر 4 إنج للغرض فتح بوكس ترابي، والمباشرة بأعمال تبليط الشارع الثالث من منطقة شاكر العاني. الأعمدة المتعارضة مع حوض الشارع بالتنسيق مع إدارة الكهرباء تم رفعها وتحويلها خارج حوض الشارع، وكذلك نصب المحولات الكهربائية ضمن المنطقة لمنطقة شاكر العاني. كانت الزراعية وانحرمت من ذاك الوقت لحد الوقت، على ما هسه يعني صار يكون الفرج عينه. زين طبت الاليات وبلطوها وسووا اناره وسووا مجاري وسووا بنيه تحتيه كملوها، فالحمد لله كنا قبل نعاني من تمطر الدنيا بعد طين تعرف وكذا، وهذا هسه الحمد لله والشكر. منطقة الشعلة لها حصة بثلاثة مناطق اللي هي منطقة الخطيب الزراعي ومنطقة الرواد ومنطقة الدوانم، فكان بدء العمل في منطقة الدوانم وتم استلام جميع المواد المخصصة لتأهيل هذه المنطقة من محولات وأعمدة وأسلاك، ووصلت مرحلة الإنجاز 97% والحمد لله، وفي الأيام القادمة ستكون نسبة الإنجاز 100%. منطقة الدوانم مرحلتين، مرحلة تأهيل ومرحلة نصب. مرحلة النصب تم تخصيص مواد حاكمة لهذه المنطقة اللي هي عبارة عن محولات وعبارة عن أعمدة وأسلاك بمختلف الأنواع، فتمت مرحلة النصب بالكامل تقريبا. أما مرحلة التأهيل وهي تعارض خدمات مع بقية دوائر الدولة، فمسألة البلدية مثلا، البلدية عندما يكون لها عملية نصب، عملية صب عفوا في مكان معين، هناك بعض الأعمدة التي تعارض عملية الصب، فيكون جهد الكهرباء موجود باللحظة لإزالة هذه التعارضات. هواي مناطق بالدوانم والله الصراحة كانت تعبانة كلش، ومن طبوا عليها حيوها، يعني حيوها وسوانا واس، إنا سوانا واس، إنا يعني الصراحة ما يعني حتى واس ما إنا بيها، طبتنا وطلعت كانت صعبة كلش، ومتأذين بدنا المدارس والجهال متأذية، وإحنا متأذين الصراحة، والحمد لله والشكر هسه أحسن من قبل بهواي. كانت قبل ما بها لا تبليط ولا مجاري ولا مي، كانت من تمطر المي الفيض طب للبيوت، بس نشكر رئيس الوزراء على المبادره وجهود الحشد الشعبي وامانه بغداد باعمال المجاري التحتيه والمي البواري والارصفه والتبليط. الحشد يعني قدم اكثر من شغله، انت الحشد اريد نقيس عليه على شغله بسيطه، ترى هو اللي يضحي بنفسه ما يقدر يسوي لك شارع، انت ايش وقيس؟ صح لو لا؟ الحشد ناس سباقه بهاي الموضوع، فاحنا نتشكر منهم جدا جدا. انت حشوف هسه طب اكثر من شهر راح اشوف بلطين كهرباء غيره. We'll be right back.
الان بصدد اعداد اليه جديده لزياده انتاج المعمل من 2000 ل 3000 رحله، بالاضافه الى ادخال ماده جديده وهي الكرسي المنفرد لطلاب او تلاميذ مرحله الاعداديه، بالاضافه الى اختيار 5 ألوان حسب ذوق التلميذ للمقاعد الدراسيه. كل هذا ضمن خطة طموحة نبدأ بها مقبل السنة المقبلة. بالتأكيد أكثر من مادة سوف نقوم بإنتاجها دعما ل 13 مليون تلميذ وأكثر من 16 ألف مدرسة في عموم العراق. بدأنا منذ أكثر من 5 أيام بخطة جديدة لتوزيع المقاعد الدراسية المزدوجة على مديريات تربية الكرخ والرصافة. بدأنا في أقصى شرق العاصمة بغداد وننتقل بعد ذلك إلى كرخها لتوزيع أكبر عدد ممكن من الرحلات خلال فترة عطلة نهاية العام. بالتأكيد المحافظات مشمولة كذلك. مشاهدينا الكرام، بعد مشاهدة هذا التقرير مفصل حول آليات العمل الناطق اللي قاعد تعمل بها فريق الجود الخدمي الهندسي، أيضا مع معمل الرحلات اللي كان على عاتق الأخوة في الحشد الشعبي المقدس، راح نبدأ من حيث انتهى التقرير أستاذ نزار. نعم. عن دور هيئة الحشد الشعبي في مع هذا الفريق، كيف كان دوره؟ بالتأكيد أعمال الفريق متنوعة، ولذلك الدعم اللوجستي من قبل هيئة الحشد بكوادرها كان أيضا متنوع، ساهموا بالجهد الآلي والجهد البشري. الجهد الآلي فيما يخص التاجي ساهموا مع الفريق بأعمال نقل للحصى الخابط، إضافة إلى آليات ثقيلة لغرض الفرش، إضافة إلى تزويد المدينة بساحبات ضخمة لمياه الأمطار. اللي أود أن أستوقف الحديث للإشارة حول معوق كبير من معوقات العمل حصلت عندنا في التاجي خلال تنفيذ العمل، وهو السقوط المياه الغزيرة، الأمطار الغزيرة بالأحرى، على التاجي ومدينة سبع البور على وجه الخصوص. وثق بلشت تمطر يوم 21 أو 22/12 لحد البارحة الليلة مساء الخميس 12 على 13 انا لي ساعه بالاربعة الفجر تنسحب الياتي التناكر من سحب المياه من الشوارع ومن الدور الخاصه بالمواطنين اللي غارقه بسبب تشبع التربه بالمياه وعدم امكانيتها تسريب المياه وسحبها. هذا الامر تطلب الاستعانة، والله بصراحة أحكي لك، انت خينا بالحشد اجونا الناس ما قصروا،
تناكر كبيرة. لكن كل هذه الجهود تقف بعدم وجود أمام إرادة الله. الأمطار كانت غزيرة أعلى من إمكانيتنا وإمكانية الحشد، وحتى لو كانت الكثير من الجهات الأخرى ما ممكن أنه يعني تقاوم أو لكن احنا نقول لو كانت هناك بنى تحتية حقيقية هذا هو اللي نقوله. أي. أنا بأمانة قلت لك من 2011 بلشوا يعدون تصاميم للمجاري في مدينة سبع البور على وجه الخصوص، و14 انتهوا على الورق وتم بال 2019 على ما أتذكر تم إعلانها في صحيفة الصباح الصحيفة الرسمية لغرض المناقصة إعلانها كمناقصة. لكن بيوم 1/9 كان أتذكر التاريخ بالضبط، لكن اختفت ما بعدها واليومك هذا ونسمع بين الحين والآخر وجود حركة إلها دعوات، لكن كل كلام هي لحد الآن ما حيليها كل كلام. أنا من خلال عملي في كمدير للبلدية منظومة الإحالة لأعمال المجاري ما تمر علي وما إلي دور بها، جاهزة. تنحصر ما بين دائرة المجاري مديرية مجاري بغداد ومحافظة بغداد والتخطيط والمالية والدوائر الأخرى ذات العلاقة بالأمر. أنا بالنسبة إلي اللي جهزت لهم جهزتهم بالضبط أربع مواقع اللي محطات الرفع، إضافة إلى موقع خارج حدود البلدية لمحطة المعالجة. ممتاز أستاذنا، زاد على السؤال هنا بما أنه تحدثت عن هذا الموضوع، يعني هل من الممكن حل القضية بوجود فريق جهودي الهندسة والخدمي؟ مثل ما أعرف بأنه صار يتكفل فريق بالبنى التحتية وتبليط الشارع وكل التفاصيل، هل هذا المشروع هو أكبر من طاقة الفريق؟ سيدي الفاضل، الأمر هنا مشاريع المجاري من المشاريع ذات الاختصاص. إذا تجي تلاحظ في وزارة التخطيط واتحاد المقاولين تلقى يمكن واحد بالخمسة بالألف اللي مشتغل بتاريخه كمقاول بمشاريع المجاري، ليست مشابهة لمشاريع البناء والمشاريع الكلاسيكية، إنما هي مشاريع باختصاص. أعتقد بقناعتي ممكن تكون جهة داعمة للتنفيذ هيئة الحشد الشعبي المبارك، لكن ليست جهة منفذة للمجاري لما تتطلبه من تقنيات وأجهزة مستوردة ومناسيب وكثير من الأعمال لا يجدها إلا من كان له الاختصاص والخبرة الميدانية بالأمر. أحسنتم. إذن احنا راح نتحدث عن موضوع أيضا مهم، يعني نعم كل هذا العمل يحتاج إلى دعم وإلى بالتأكيد. إسناد راح نتحدث عن تعاون الأهالي بعد الفاصل إن شاء الله. عفوا أستاذ نزار. إذا مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سوف نعود برنامج لليوم والمختص بجهد الخدمي والهندسي الحكومة أيضا هو بخص بلدية التاجي تحديدا. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا الفاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة عن الجهد الخدمي الحكومي. تحدثت قبل الفاصل عن تعاون الأهالي، يعني أنتم أكيد من يبدأ العمل أكيد هناك من يمانع، مثلا إذا كان متجاوز على الرصيف، متجاوز على الشوارع الخدمية، هناك من هو يستبشر خير بهذا الموضوع. كيف شاهدتم تعاون الأهالي مع بداية الحملة؟
كل الاهالي استبشروا خير بدخول الاليات لانه الواقع مرير. وكان الجهد وفريقه واللجان موضع ترحيب واهتمام ودعوات كثيره من قبل الاهالي بالتوفيق. لكن اود اشير الى موضوع بسيط جدا. اعمال الهندسه المدنيه ان كانت بناء وان كانت طرق وان كانت صب الكونكريت وان كانت انشاء الجسور وان كانت الانشاء ومد انابيب المجاري للصيف خصوصيه بتنفيذ العمل. تمام. احنا صارت المشكله انه بدايه يعني في بدايه موسم الامطار وبسم الله ما شاء الله السنه امطار خير امطار خير صح شهدتها بغداد صار سنتين ماكو استاذ نزار الحمد لله على كل حال ونعم بالله. لكن هذا ساهم بصراحة أحكي لك بتباطؤ وتيرة العمل إلى وصولا لتوقف العمل في بعض الأيام لحين جفاف الطرق والمناطق اللي يتم بها من عدها تحميل المواد الأولية. أنا ذكرت لجنابك الكريم خلينا نفسنا بالسيف سايد من خلال الفريق حتى في سبيل ما نتعرض للمساءلة القانونية في الهدر العام بأموال الدولة بحالة عدم وجود المجاري وتنفيذ الطرق. تمام. التجأنا إلى تنفيذ طريق محاذي للمدينة ضمن حدودها تخلصا من هذا الأمر. لكن كان من الواجب الاستعانة بمواد أولية غير مألوفة لإنجاح موضوع الكومباكشن أو الرصل للطرق كونه يمر بمنطقة رملية حصرا وبعمق أكثر من مترين، وبالتالي استبدال التربة يصبح عملية غير مجدية اقتصاديا مطلقا. فلجأنا إلى ومن حسن حظنا وبالتنسيق مع دائرة المهندس المقيم لمشروع مدخل بغداد الشمالي الغربي في منطقة التاجي قمنا نرفع من يمهم مخلفات التبليط الضخمة في سبيل أنه نفرشها كطبقة تتحمل ضغوطات فوق الرمال لأنه بزيادة المساحة السطحية قل الضغط. فأيضا هذه حصل بها توقف بالتجهيز بسبب غمر الأراضي حول الطريق التاجي بالمياه وبعمق لا يقل عن 20 سنتي. جميل. وبطول طريق بحدود أكثر من كيلوين، وبالتالي يتعذر سحب المياه كون أنه المدينة اللي أني بها غرقانة، فالأولى أنه أسحب من الطرق الداخلية بدلا من التوجه للطريق الخارجي. وجود التجاوزات هذا الأمر معهود في معظم المناطق السكنية، لكن بمجرد ما وجهنا إنذارات وما يتلو الإنذار من إزالة دون تردد استجابت الناس، لأنه العمل يخص النفع العام وهم متعطشين مثل ما أسلفت لك بموضوع الخدمات. الناس تستبشر خير وإن شاء الله القادم أفضل. يا الله إن شاء الله القادم أفضل. وهذا طبعا هو واحدة من العوامل المهمة هو تعاون الناس. يعني هو الارتقاء بالعمل اللي يكون تعاون حقيقي. بالتأكيد تعاون الناس يشكل نسبة 40% من نجاح العمل في داخل المناطق السكنية وأكثر، ما أبالغ، لأنه أنت أكو وقت ما تكون موجود بالكوادر العمل، ممكن المواطن يعبث فعلا فيخليك في دوامة، في حين إذا تعاون التعاون المثمر بالعكس هذا الطريقة هذه مجارية هذه شبكة المياه مالته هم محرومين أصلا منها. يعني بس أكو للأسف لا مبالاة من البعض القليل، لكن الخيرين يتصدوا له. ممتاز. شاهدوا الحالات كثير الخيرين وأصحاب
المنطق بالتعامل مع الحكومة مع كوادر الدولة موجودين البعض البسيط يعني طبعا. وبعدين يرعوي ويطب إلى خانة الطاعة أكيد ضرورة وبالتأكيد أكو إجراءات إحنا عندنا مع المخالف يعني ما ينترك المخالف بصراحة لأنه إذا سبب أضرار بأموال الدولة صح. في حالة إنذاره و يعني عدم امتثاله للأوامر رغم أنه هو مو موظف لكن هذا أمر يخص المصلحة العامة. أحسنتم أستاذ نزار فعلا أحسن الله يحفظك. الله يحفظكم أستاذ نزار. يعني أهالي التاجي أكيد منتظر منك حكاية على قضية توزيع قطع الأراضي وفرز قطع الأراضي يعني شنو وضعها؟ يا سيدي الفاضل موضوع العراق مقسم إلى ملكيات الملكية الأولى أعلى نسبة هي لوزارة المالية وبعدها لوزارة الزراعة. البلديات ما تملكه من المساحة الكلية للعراق لا يتجاوز 3-4% عليه. موضوع التوسع للمؤسسات البلدية وحدود البلدية يخضع لضوابط يحدد قوانين منها قانون رقم 80 لسنة 1970 وقوانين أخرى. بأمانة قبل كنا نشوف أرض استعمالها بستان أو مزرعة أو زراعية نشوف أنه ما بها حصة مائية وصاحبها تاركها موجودة اللجنة برئاسة نائب المحافظ تتولى السيطرة عليها واستملاكها وتعويض صاحبها وصولا للفسقة الصغيرة أو البصيلة القابلة للزراعة والنمو دون سماع المحاكم لهذا الاستملاك أو الاعتراض عليها لأنه يخص النفع العام. هذه الأرض بتملك الدولة إلها تم تغيير استعمالها إلى سكنية وتوزع إلى كافة الفئات المشمولة بالتوزيع. لكن اليوم تعدد مصادر القرار ومصادر الاعتراض ساهم بقلة الاستملاكات وبالتالي حصول فجوة ما بين أعداد المواطنين المؤهلين والمستحقين لاستلام الأراضي بموجب الدستور العراقي اللي يبيح الحق لكل مواطن عراقي بتملك والسكن على أرضه وبلده صح. أصبحت للأسف أكو فجوة ما بين الأعداد وبين الأراضي المؤهلة والجاهزة للتوزيع ونتوسم بالمستقبل خير. يعني لحد الآن يعني المتقدمين باقين يعني ما عندهم أكو زيادة مضطردة. قد عندكم مقدمين؟ يعني أنا بالنسبة إلي أكثر من 16,000 متقدم على بلدية التاجي. بلدية التاجي والبلديات الأخرى نفس الشيء. عندكم مشاريع مثلا بناء عمودي دون التوزيع مثلا يقول لك يابا أنت لك قطعة أرض أكو عندنا بناء عمودي مثلا حتى تقول إذا عندي أراضي قليلة للاستملاك مشكلة الوزارات مالية زراعة أسوي بناء إذا عندك قطعة مثلا كذا دونم 1000 دونم أسوي بناء عمودي وأفتح يعني للمواطنين هنا هذا يدخل في خانة الاستثمار وخانة الاستثمار للأسف عملية متعكزة على الروتين وإضافة إلى عدم جدية الكثير من المستثمرين مما أسهم بأمانة بحجب ثقة الدولة والمواطن عن الكثير منهم والشواهد كثيرة في المجمعات اللي تخص مستثمرين وعدم الإيفاء بالعهود والتعهدات المقدمة من الجهة. دابني خلوا لك مثال بسماية بس ما يقول لك نجح المشروع يعني
مؤقتا. مؤقتا؟ نعم. في رأيي مؤقتا. شو أنت بغداد دا تكتظ. صح. دا تكتظ وصولا إلى الاختناق. وهذا واضح جدا. طيب. صح. إحنا نريد نفكك هذا الاختناق ونحول السكن إلى مناطق جديدة. أول نقطة يجب أن نراعيها الوصول إلى هذه المناطق الجديدة من خلال توفير وسائط للنقل غير معتادة. صحيح. مو بالضرورة تكون أرضية، مو بالضرورة تكون سيارة، مو بالضرورة تكون مدولبة. تمام. طريقة القطار، طريقة الأنفاق، طريقة المترو، لكن هذا ما صار. إضافة إلى موضوع مهم جدا يا سيد الفاضل، اليوم أنا على المستوى الشخصي عندي مجموعة أولاد فكروا أنه يطلعون خارج بغداد. يجب أنه تتمتع المناطق الجديدة بخدمات تفوق مناطق بغداد الأصلية، إضافة إلى توفير فرص عمل. فرص عمل، وأشدد على فرص العمل، كونها الإنسان يبحث عن رزقه. صح. وإحنا عدها أن يقولها يلحق رزقه. إيه تمام. والدليل حتى الهجرة اللي صارت من أجدادنا من الحجاز إلى العراق بحثا عن الزراعة وبحثا عن الماء وبحثا عن الرزق، خلصوا من موضوع الصحراء الجذباء وصولا إلى الاستقرار في تجمعات سكانية مدنية. هذه الأمور يجب أن تراعى عند اختيار التجمعات الجديدة للسكن، ويتم الإصرار على تنفيذها. تشوف أكو هناك جدية، رغم أنت رجل موظف حكومي طبعا. نعم. كمدير بلدية. نعم. هل هناك جدية فعلا حقيقية للبناء يعني في هذه المرحلة بالذات؟ شوف، كل الحكومات يا سيدي الفاضل جادة بهذا الأمر لأنه مخطط له، لكن أنا في تقديري الخلل باختيار المستثمرين بصراحة. ماكو ضابط يلزم بإنجاز ما تم التعاقد على استثماره من مشاريع خلال مدة معينة، والدليل الشواهد، كثير من الأراضي تم الاستحواذ عليها من صح. قبل المستثمرين ولا تزال على وضعها الحالي أرض جدباء. صح. احنا ليش ما نقول ماكو محاسبة حقيقية؟ وهذا اللي اني عينيته بين السطور. لا اخوي اقول بصمع العبارة نحكي الصدق يعني. اي صدق يعني، ليش ماكو محاسبة؟ الصدق انا دا انطيك قاعد ببلاش. صحيح. 30-40 سنة ودي تبيعها، خلي عليه غرامة تكسر الظهر، بامانة احكي لك 5 سنوات دون محاباة ودون مجاملة. تخلق فرص عمل كثيرة، تخلق فرص للنجاح والتطور كثيرة، مو صحيح لو لا؟ استاذ نزار، أسئلة طبعا بصراحة كثيرة، بس الأخ المخرج دي أشر لي يقول لي يا خلص وقت البرنامج، وكان الحوار ممتع بصراحة ومفيد مع جنابكم. لا. استاذ نزار الربيعي مدير بلدية التاجي وأيضا عضو فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، شكرا من القلب لك، شكرا لتعاونك الكبير بصراحة دائما معنا في برنامج بخدمتكم. أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وفي هذا الوقت بالتحديد لإطلاع الناس على المعوقات اللي رافقت خلال هذا الشهر. صحيح. الشهر ونص المنصرم من عمل الجهد الفريق الجهد الحكومي، وإن شاء الله نبشر بالقادم أفضل ونتمنى. هذا كان في قلبي تقول القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أمنيتك؟ والله أمنيتي بصراحة أحكي لك أن يحفظ العراقيين إن شاء الله. إن شاء الله. ويحفظ بلدنا إن شاء الله. أي والله. وطبعا نبارك لكل الشعب العراقي وكل القائمين على سجة الفكرة يعني أثناء حديث أستاذ نزار لخليج 25 وهذا النجاح الكبير والبار بصراحة، من افتتاح، من إدارة، ومن هاي الفرحة أن يجون الأخوان الأشقاء العرب في بلدهم العراق في البصرة تحديدا.
هذا هذه المحافظة يعني اللي دا تنطي من أرضها أرضها وناسها ومش الشهداء من البصرة، الجهد من البصرة، النفط والاقتصاد العراقي من البصرة، ولكن ما زالت هناك إخفاقات على مدى حكومات المحلية في البصرة. لكن نتمنى إن شاء الله يكون نجاح هذه المهمة، وهي باب لفتح الكثير من محافل الكروية إن شاء الله. إذا تلتقي جنابك بالعرسان اللي تزوجوا بالستينات وبداية السبعينات، حتلقى نصفهم راحوا رحلة شهر العسل إلى البصرة. أي فعلا صح. بأمانة كانت من المدن. نعم. غاية بالتقدم وغاية بالتطور مقارنة بالخليج العربي. أحسن. من الفاو إلى عمان إلى باب المندب. صحيح. بأمانة أقول لك يا. صحيح. والحمد لله على كل حال. إن شاء الله. إن شاء الله قادم أفضل. إن شاء الله. أفضل. إن شاء الله. أستاذ نزار شكرا جزيلا مرة أخرى، شكرا لحضورك. وإن شاء الله نلتقي بأوقات أخرى بتقدم آخر إن شاء الله للإخوان اللي معك. شكرا جزيلا. شكرا لك. للمشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وإن شاء الله حلقات قادمة تبحث عن من يقدم الخدمة لتظهرهم أمامكم أمام الشاشة الصغيرة. مشاهدين الكرام تقبل تحياتي، أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.